رايح اجيب التيكتس من مركز شباب الجزيره. اول حاجه في الفلوج كده اللي هو يا مسهل يا رب، يلا بس بينا نروح نشوف هنعمل ايه. دخلت مركز شباب الجزيره عشان اجيب التيكتس، بس واحد قال لي زحمه زحمه جدا. هروح اشوف يا مسهل، شكلها زحمه جدا فعلا. طب ايه، مش هنحضر الماتش ولا ايه؟ طب هنقفل ونروح نشوف هناك الدنيا فيها ايه. دخلت اجيب التيكتس بتاعت الماتش، لقيت ان الدنيا زحمه جدا، في 950 شخص جوه، فغالبا مش هشتري التذاكر النهارده، بكره بقى ان شاء الله. البدايه صعبه، ربنا يسهل، يلا نمشي. وبعد معاناه اليوم الثاني، بس وانا داخل قالوا لي ان هي النهارده رايقه شويه، فنخش كده مع بعض نشوف الدنيا في ايه. معاناة عشان نجيب التذكره بس. مشكله ثانيه في التصوير، يعني عموما يعني ان انت في مصر هنا اي حد وانت ماشي بتصور فكرك ان انت بتصوره هو، فمعاناه. بيقول لي مش زحمة، بيقول لي مش زحمة. كانت زحمة بس أنا كنت حاجز قبلها فدخلت على طول الحمد لله. لو كنت وقفت في الطابور ده ما كنتش هتفرج على الماتش، كنت هاجي تاني يوم. بس هو يلا بينا نشوف هنعمل الخطوة الجاية. يلا أدينا في الطريق، بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع على استاد القاهرة، نروح نقابل أحمد فتحي بس الصديق الصدوق ونمشي مع بعض، يلا بينا. جيت أصور لكم من التاكسي، بس هو طلع ما بيحبش الكورة وفضل يشتم ويسب الدنيا اللي بيحبوا الكورة ويشجعوه. طبعا خبيت التيشيرت منه وحطيت الشنطة عليه عشان ما يبانش إن أنا واحد من اللي بيسب لهم الدين. أديني مستني أحمد أما يجي. الزبون وصل يا أبو تاح، منور أبو تاح. هنعمل النهارده 2-0 تريزيجيه، يبقى واحد داخل البطوله النهارده، 1-0 بس ونشوف. مدخل التالتة شمال، أحمد يا فتحي! من 2014 ما جيتش هنا، وبعدين التالتة شمال دي كانت مقفولة كمان. عظمة عظمة، ذكريات. اللي عاوز يجي بعد كده يا جماعة يركب سويفل. سويفل مريح جدا وبيريحك من المشي ده، مشي كتير قوي قوي يعني. يا رب اللي اخترع الفوفوزيلا دي يموت. صوتها مزعج. خلونا نعمل دعاية لمصر، اللي عاوز يجي يلعب بولينج يبقى يجي يلعب هنا، بصوا. المركز الدولي للبولينج، يبقوا قولوا لي هاجي العب معاكم هقطعكم. غالبا هياخدوا مني السماعه الهاند فري، فربنا يستر. فاينلي استاد القاهره الدولي لاول مره من 2014، وده شيء لو تعلمون عظيم. الناس اللي بقالها كتير ما جاتش مش عارفه الاحساس ده. 2012 بوم. لا هو في اي حته في اي مكان تاخد تمام اي حته فيها. اعتقد اللي كان معاه كاميرات او حاجه ممكن تخش، لان انا دخلت حط الشنط على جهاز كده
ودخلوني من بوابه تانية. التفتيش الذاتي يا دوبك ما بياخدش منك لحظات بسيطه، والشنطه بتاعتك بتخش في الجهاز طالما ما فيهاش حاجه ترن او حاجه، فالدخول بكاميرات اعتقد ان مسموح يعني. ميه وازايز لا، جبنا عصير. تعال بس نخش الاول باخر مرحله تيكتس. بس الزجزاج بتاع التمساح ده حلو. الدنيا حلوه جدا جدا، ما حدش ضايقنا، دخلنا زي الفل. الشنطه معانا، الهاند فري، احمد فتحي، استاد القاهرة تالتة شمال. عظمة يا جماعة، والله عظمة. كلمة التالتة شمال لوحدها مريحة للأعصاب. في جارية كده الواحد بيجريها قبل ما بيخش المدرج، معرفش بنجريها ليه مع اننا جايين بدري قبل الميعاد باربع ساعات، بس بنجريها برضه. هاخدكم معايا واحنا بنجري، بس مش دلوقتي، اصبروا. احنا سامعين صوت الناس من جوه من هنا. احنا دلوقتي مش عايزين نخش التالتة شمال تحت، عايزين التالتة شمال فوق. يلا يلا بينا. طلع رخم قوي بس يعني ايه، كله هون عشان ابو مكه بس، ياك يجيب له جوني ولا اتنين ولا تلاته النهارده. بصوا طلع عامله ازاي، اقسم بالله تعبت. تعبنا تعبنا يا اسطى. بس امتع حاجه في العالم بقى، امتع حاجه في العالم البصه دي. استنوا كده، افتح لي الكادر يا نصر. يعني ما اظنش ان في حاجه في العالم احلى من المنظر ده. يا لهوي يا لهوي، اقسم بالله الملعب فعلا فعلا عظمه. استاد القاهره يا جماعه. لا انا مش قادر، تعال ننزل تحت والدله كمان تحت حلوه. ننزل تحت. دخلنا جوه، احنا دلوقتي قاعدين في المدرج الساعة 6:10. بأمانة بأمانة النظام محترم جدا، محدش ضايقنا، محدش عطلنا، محدش كلم معانا بأسلوب وحش. دخلنا حطينا الشنط على الجهاز اللي هو بيكشف عن الحاجة ده، بس مفيش أي نوع من أنواع المشاكل. الهاند فري دخلت بيها عادي، كنت حاطط كمان تابلت في الشنطة، ومحدش قال لي عليه أي حاجة. يعني لو كنت جبت الكاميرا معايا كان يبقى أحسن بكتير من الموبايل، بس يعني الحمد لله. احنا دلوقتي في التالتة شمال. المهم ايه، زيمبابوي وايه الالعاب دول؟ زيمبابوي واوغندا، صح موجود على الشاشه. اوغندا ما هياش الدبه البلدي، بس الاجواء لطيفه، الواحد مبسوط. تكمل بقى ان شاء الله بان اوغندا تتعادل او تتغلب واحنا نكسب. في بلد في العالم جمهورها بيشجع قبل الماتش باربع ساعات اللي احنا؟ انا عايز اقول حاجه، قول. كونغو ما هياش الفرقه الكوبي، واوغندا ما هياش الدبه البند. ركزوا معانا. الواد دينيس اونيانجو نزل نزل يسخن، احسن جون في افريقيا، احسن جون في افريقيا. فين؟ انا قعدت اول واحد جنب السلم، وقررت ان الصف كله ما حدش يقعد عليه خلاص. بصوا اللي عايزني يبقى يجي يسال عليا في الثالثه شمال، صف عطيه، الصف كله بتاعي. حاجه كمان بس ما اعرفش ازاي طالبين ان الجمهور ده يبقى بيشجع بحماس وروح وكده، والملعب كله تقريبا ما فيهوش رجاله. بكلمكم امانه يعني، كلها اسر وعائلات وستات وبتاع، فالتشجيع اللي هو روح وحماسه كده مستحيل، مش هتلاقوه، مش موجود. انا دورت لكم المنظر، تقريبا قاعدين في جنينه الحيوانات. ما علينا. انا افتكرت حاجه تانية مهمه جدا اتغيرت في الاستاد، ودي حاجات من الحاجات العظيمه يعني. فاكرين السماعات الكبيره قوي اللي كانت بتبقى موجوده في تحت، لما كنا بنقعد ما بنشوفش منها حاجه؟ دي الحمد لله شالوها، الحمد لله. دي مضيعه مني كميه اجوان في ماتشات قبل كده. استاد القاهره يا جماعه تاريخ. يا رب اللي اخترع الزماره دي يموت، جابوا لي ارتجاج والله العظيم. دماغي باظت. تخيلوا كل ده ولسه الماتش بتاعنا باقي عليه 3 ساعات. الجول الاولاني لاوغندا والناس بتهتف مصر. المفروض ان الجون ده اصلا مش في مصلحتنا، بس يعني هنا على ابو ام السماعات. الناس بتهتف ليه لاوغندا رغم ان الجون ده مش في مصلحتنا اصلا؟ لان كده وانت داخل قال لك يا جون بتاع مصر نزل يسخن. فكرتني وانا نازل واحد بيقول لي هو جون مصر انا ناحيه، اقول له ايه؟ في حاجه كمان، الناس هنا لابسه تيشرتات ما فيهاش الا رقم واحد بس، هو رقم 10، الناس هنا محمد صلاح بس. احنا مستنيين اهم دقيقه اللي هنهتف فيها لعمرو ورده انا واحمد فتحي. الدقيقه رقم كام؟ 69.
الموجة الأولى، الموجة الأولى ابتدت جاية اهي. التشكيل عرفناه نازل خلاص، والكلام على ان التشكيل هو هو نفس اللعيبه ال 11 اللي هيلعبوا هم هم. وما اعرفش قصه الاعتماد على عبد الله السعيد ايه الدنيا، يعني لو عبد الله السعيد مش فايق فالفرقه هجوميا تقع ونبدا نعتمد على اللونج باس بس، فمش عارف هنشوف ربنا يسهل. نفس تمرينات دوري ابطال افريقيا 2008، ماتش كوتوكو، ماتش الصفاقسي، ماتش اسك ابيجان، هو هو بس الراجل اللي بيدور له كور مختلف كان عم حارس. اتوقع لنا بقى نجم الماتش النهارده مين؟ صلاح هيفوق. انا بقول لك محمد النني، ايه رايك بقى؟ لا صلاح هيفوق، ربنا محمد النني. ماشي هو قال صلاح انا بقول النني، انا خلاص درجة الحرارة 33 والرطوبة 58%. أنا حرفيا بسيح وانا بتصور وده بيتصور. تشكيل منتخب مصر، انا مستني لما يقول محمد صلاح، لما يقول محمد صلاح. محمد الشناوي احسن جول في مصر. رقم 3 player number 3 احمد المحمدي، المحمدي انا بحبه والله بحبه قوي. احمد حجاجي، ابننا برضه. Number 7 محمود حسن كريستيان. طارق حامد، طارق حامد في المنتخب. Number 9 مروان محسن، مروان محسن. صلاح زلزال ايمن اشرف ابننا برضه، خلي بالك. رقم 17 player number 17 احسن لاعب في ماتش النهارده محمد النني. رقم 19 player number 19 عبد الله السعيد. احتياطي بقى، هبقى اكتبه لكم خلاص. لا خلاص رجعت في كلامي، نسمع نسمع الاحتياطي عشان وليد سليمان. عمر جابر نجم النادي الاسيوطي. رقم 11 نمبر 11 عم الناس وليد سليمان. خلاص بقى مش مهم اللي بعد كده، ابقوا اقروهم انتوا على النت.
مشيت يا تريزيجيه، ده حتى في التسخين بيعمل ارتو. تريزيجيه حتى في التسخين بيلعب ارتو. والله احمد الشناوي ساب له الجون كله وراح وقف له على البعيد عشان عارف انه يعملها هناك. الماتش لسه ما ابتداش ومش قادرين ناخد نفس. درجة الحرارة مش عارف اجيبها لك. درجة الحرارة 31 والرطوبة 36، اللعيبة تنزل صحونا. هم وزعوا علينا جلاد بس انا اديته للناس اللي جنبي، فمش عارف دي داخلة ولا عشان نهوي بيها من الحر. قلب تعالى لزقت في قفايا دي. اه هي دي. ممكن تكون خارجة. فأنا مش هرفع أي حاجة، بيقولوا اللي بيرفع حاجات بيتاخد، فأنا مش هرفع حاجة حتى لو جلاد. بس. تفتكر ممكن تكون الدخلة عن إيه؟ تكون الدخلة عن إيه؟ والله ما عارف، بس هو تقريباً علم مصر لأن هناك في أبيض وعندنا أحمر. أحي بس يحطوا الأسود في النص. ده كده علم اليمن باين. خليك ركز معايا بس في الموجة، اطلع معانا، اطلع معانا. انزل تاني بقى. كنا بنقول ايه؟ انا بقول الدخله هتبقى عن الشهيد حمد ورده. ممكن نروح عاملين كلنا التعبين. نروح عاملين جلاد كلنا كده ونروح راسمين على رقم 22 في النص. هما بيقولوا الناس اللي بتكره عن ابو تريكه بس عشان عمرو ورده صح؟ بيقولوا مجدي عبد الغني واتحاد الكوره ماشي عمرو. ركز معايا الموجه جايه، عايزين نطلع وبعد ما نطلع ننزل تاني. يلا بينا. بقول لك مجدي عبد الغني هو اللي عامل الدخله على حسابه عشان بيقول له يا معيرس. المفروض انها داخلة بس يعني مجهدة شوية. استنى اوريلكم. تحس الناس متكسرة ترفع الجلال. نشيد الكونغو، الحان عمرو مصطفى وتوزيع حمد الشعادي. نشيد مصر. شو التزام بقى، شو التزام. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. الوطنية مالية المكان. محمد قول يا محمد. خلص. ما اعرفش انتوا في التلفزيون شايفين ايه، احنا هنا شايفين ان عبد الله السعيد والنني ما جوش. يعني لو انتوا في التلفزيون شايفين ان النني وحش فهو في الاستاد وحش فشخ، يعني تقدروا تقولوا ما جاش حرفيا. يعني اعتقد ان هو لو اجاري ما بيعتمدش على الاسامي والكلام ده، النني يطلع وعبد الله يطلع، ينزل وليد سليمان ودونجا. وحشين جدا جدا، باستثناء الجون، باستثناء الجونين احنا ما جيناش. وحشين قوي قوي قوي، بالاضافه ان التشجيع هنا يقرف. تيت 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 مصر هو بس. وهو مصراوي. لو جيت بس اتكلم على حاجه، الملعب كله مايل ناحيه الشمال عند ايمن اشرف وتريزيجيه والنني ومروان. ده في كل اللي انا بقوله ده في كل كوره، يعني كل كوره الاربعه في نفس المكان، ما فيش فرق بينهم من بعد 10 متر. الناحيه الثانيه ما فيهاش حد خالص. انا عايز اقول لكم نص الملعب حرفيا طارق حامد بيلعب لوحده. والله بتكلم بجد، بيلعب لوحده. محمد النني مستخبى في طريق حامد اللي هو المفروض يبقى العكس. ده بيلعب في الزمالك، ده بيلعب في ارسنال، لكن انا مش شايف اي حاجه حلوه عملها محمد النني. ما اعرفش انتوا شفتوا ايه، بس محمد النني مش موجود حرفيا. يعني ما نشوف الشوط الثاني. سراب وليد سليمان ينزل من بدري شويه، من بدري يا مسهل. محمد فضل مكنة مكوك ما شاء الله، بيتحرك في كل حتة. الملعب اهو وفضل اهو. الشوط التاني مقرف.
عدى 17 دقيقة، الدنيا مفيش أي جديد، أداء سيء جدا، مش عارف. وجائزة راجل المباراة يدوها لمين؟ أنا مش عارف بصراحة، ممكن يكون أحمد حجازي، بس هما لو سألوني عن الرأي الشخصي يعني يلغوها، لأن الماتش ده ما فيهوش أي حد ينفع ياخد مان أوف ذا ماتش، ماتش مقرف. أحلى لقطة في الماتش صدى الشناوي، صدى عظمة، أموت وأعرف بقى وقع ليه، يعني بعد ما بيصد الكورة بيقع ليه؟ ما هو سليم زي القرد أهو. علي غزال قام يسخن وبنتراهن، هو بيقول لي اللي هيطلع محمد صلاح، وأنا بقول له اللي هيطلع تريزيجيه. هنشوف إيه اللي هيحصل. وهنشوف. بس فيها رهان على 50 جنيه. فاهم انا على 50 جنيه على غدا ماتش الجزائر. غدا ماتش الجزائر، احنا رايحين بكره ماتش الجزائر، هنصور فلوج من هناك. غدا على ماتش الجزائر، شوف اللي هيطلع. التغيير الثالث لمنتخب مصر بخروج محمود حسن تريزيجيه، وضمننا الغدا وضمننا الغدا في ماتش الجزائر. الحمد لله، الف الف مبروك يا حبيبي عليك. مين اللي طلع؟ تريزيجيه. اجيب لك كنتاكي سوشي. خلاص كده الدقيقة 42 والليلة خلصت. كنا عشمانين نقول لكم على حاجة حلوة في الشوط التاني بس مفيش بخ. يلا بينا. أخيرا خلصنا ومروحين بعد عناء وطلوع الاستاد. طبعا الناس اللي جت الاستاد قبل كده عارفة الزحمة بتاع الاستاد عاملة ازاي. المترو احنا كده جبنا أخيرنا حرفيا. في تاني شادي نلقاكم غدا في مباراة الجزائر والسنغال. الجزائر والسنغال ان شاء الله، ده لو صحينا من النوم اصلا. احنا هنقعد مع الجزائريين بس السنغال اللي هتكسب. هتشجع الجزائر بس السنغال هتكسب. نشوفكم بكره.